سلامات سميت نقوم أفهم الكرام، كل سنة طيبين بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. المجيدة جدا، أنا بتلاش حرب أكتوبر أبدا، أنا تفتكر يعني حسن تفتكر. النهاردة سميعة حيكلم عن الموضوع ده اللي هو بتاع أن أنت ما بتبقاش عارف مين بيكلم جد على أكتوبر ومين ما بيكلمش جد، ومين بيقول كلام يقصده ومين بيقول كلام زي ما هو حافظ كده خلاص. هنبدأ الحلقة دي بأن احنا من يعني قبل ما انزل على طول رحت عشان انا كنت متأكد يعني من الإجابات الحقيقية بتاعت السؤال ده، بس قلت برضو أسأل، يعني مش مفروض الواحد يفترض حاجات كتير، فأحسن نسأل. فسألت الشباب والشابات على تويتر، قلت لهم دلوقتي بالنسبة يعني لحرب أكتوبر، الناس اللي مثلا سنهم دلوقتي من 15 ل 25 سنة كده، هل فعلا الانتصار ده بيعني لهم حاجة حقيقية كده وعميقة فعلا عنده مردود في أرواحهم يعني في وجدانهم ولا لا؟ وجات الإجابات كتير بقى، يعني لا إطلاقا ولا أي اندهاش، يعني لو كان إن كان في دلالة لأكتوبر فإننا كنا زمان في البلد دي بنقدر وكان في عزيمة إن نعمل حاجة، لكن دلوقتي خلاص بح، ما بيأثرش معايا غير السادات غير كده ولا أي اندهاش، برضو هي حاجة قوية بس مش بتأثر قوي يعني. انتصار شعبي عظيم وبالذات لما تسمع التفاصيل، بس برضو مش حاسس الناس فرحت قوي كده غير لما كسبنا بطولة أفريقيا، الكوميديا السوداء واضح يعني المغزى منها. لا خالص، أجازة وتاني يوم عيد ميلادي، كل سنة وانتي طيبة يا أميرة يا عفيد. كل الإجابات كده، وما عدا يعني حاجات بسيطة بقى من أهو، يعني أول ما حد قال ولا بكل فخر، يعني شكله يعني في عدى الحتة بتاعت 25 سنة دي، يا رب تقول حقيقية بس مش عميقة. المهم واضح يعني من الإجابات اللي أنا بقراكم بالترتيب، يعني ها ما كنتش حتى ما كنتش بنط إجابات في النص، فهي دي الحقيقة. الحقيقة هي أنه الحقيقة هي أنه الشباب الصغيرين دلوقتي في مصر، مش دلوقتي يعني اللي هو بنتكلم على الأجيال كده، دي حاجة ما بتحصلش في لحظة كده معينة، حاجة بتحصل على 15 سنة، الجيل يعني الناس اللي تولدوا على مدار 15 سنة بحالهم، فهو موضوع يعني وسعوا مداركوا كده وانتوا بتسمعوا. بالنسبة لهم احنا مش بتاعتنا، مش يعني ماشي كويس. اولا قبل ما نتكلم على الـ ليه ده مشكله، لا قصدي قبل ما نتكلم على ازاي ده مشكله، عايز اتكلم على ليه ده مشكله. كويس، ابعتوا لو سمحتوا، اولا اللي عايز يشترك في الحوار ده يبعت تعليقاته على المساله دي بتاعت ايه تعليقك على انفصال الاجيال الجديده من المصريين عن اخر حدث، خلي بالك كويس بقى، حط هنا 10 سطور تحت دي، عن اخر حدث عظيم كسبوا فيه المصريين. كويس، كأمة بالكلمه دي بكبرانها كده، بكبرانها مش الشعب المصري لا الامه المصريه، ده اخر انتصار عظيم جدا حققته. كويس، تعليقاتكم لو سمحتوا على في اس ام اس على 1006 وفي بوست لنجوم افهم على صفحتها على فيسبوك، قولوا ايه تعليقك على انفصال الاجيال الجديده من المصريين عن اخر انتصارات المصريين كامه كبيره. طيب فدلوقتي الاول عايزين نشوف ايه المشكله في الحكايه دي، يعني ايه وظيفه حاجه زي ان شعب ما يبقى كله بينظر لحدث ما وعنده ارتباط عاطفي بيه، حاسس انه جزء من وجدانه، جزء من تاريخه، جزء من قدره، جزء منه. اولا خلوا بالكم من حاجه مهمه جدا، لما تنقسم الشعوب، يعني مثلا ثوره 52، انا ده بشويه امثله كده رفيعه كده، ثوره 52، انقلاب 52 العسكري اللي الشعب رحب بيه جدا، جموع الشعب رحبت بيه جدا،
فكرة ان جموع الشعب رحبت بيه جدا دي، كون المصريين العامة من المصريين، اغلبية من المصريين، السواد الاعظم من المصريين انتمى للانقلاب العسكري الرسمي يعني اللي عمله عبد الناصر في 52 هو وضباط الاحرار، راح مخلي حتى الاسم بتاع الانقلاب ده اتغير بقت ثورة 52. كويس، مع ان الشعب نفسه لم يثور ضد الملكة وما طردوش ولا حاجة، هو الجيش هو اللي طرده. لما 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 يكون السواد الاعظم كده، طبعا السواد اللي مش اعظم بقى الجزء الصغير من المصريين اللي بقى اللي تاخد يعني تاخد ارضهم اللي هم بتاعتهم بيتوارثوها بقى لهم اجيال كتير وكده، تاخدت منهم تاخد املاكهم، اضطروا يسيبوا بلدهم اللي كانت مصر جنه، فاهمين مصر دي مصر سنه 52 دي جنه الله على الارض، مصر سنه 52 للاغنياء ملاك الأرض زراعية والقريبين من الملك وبتاع، جنة الله على الأرض، مش ممكن تعيش مكان أحلى من كده، من أول الجو بقى والحلاوة والجمال والنظافة والشياكة والأبها، يعني مصر أبها. فطبعا تلك طبقة من المصريين اتضرت جدا من 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 ثورة 52 وانقلاب 52 عسكري وكرهوها، بس فضل كتلة الناس بيحبوا الثورة دي وبيحبوا عبد الناصر. ويتحول عبد الناصر في السنين حكمه إلى أكبر زعيم، مش بس أكبر زعيم مصري في التاريخ الحديث، أكبر زعيم عربي في التاريخ الحديث. حسن ليه؟ عشان الشعب كله وكله طبعا حواليها بين قوسين كبار، بس الشعب كتلة الشعب المصري حست إن البتاعة دي بتاعتها. واحنا مش معرض خالص التعرض للثوره يعني ولا تقييمها ولا حاجه خالص، مش ده موضوعنا دلوقتي، احنا بنتكلم على انه حدث حس كل المصريين ان ده بتاعه، زي بالظبط ما في 67 ما حدش عمره فكر مثلا انه الجيش، خلوا بالكم حطوا تحت البتاعه دي كمان شويه سطور، معلش الحلقه النهارده صعبه وعايزه تركيز مني قبلكم. حط تحت كده كام خط برضو في 67 نكست الجيش المصري في 67 لما راح منه سينا وي ما حدش ابدا اعتبر ان نكسه 67 دي بتاعت الجيش، يعني الادبيات والسينما والتلفزيون وكل ما شفناه، يعني انا ما حضرتش يعني بس انا شفت ما تركه من قبلنا وشفنا كلنا ايه، شفنا كلنا شعب بحاله النكسه دي بتاعتنا كلنا، حتى النكسه امتلكها جميع المصريين، ثوره 52 امتلكها جميع المصريين، 56 طبعا امتلكها جميع المصريين، وان كان يعني في المقدمه كانوا شعب القناه العظيم اللي عمل دور عظيم في اكادي. النكسه امتلكها جميع المصريين، كانوا خلوا بالك انت بتتكلم على احداث دلوقتي، كل ما انت ماشي كل الشعب ده ماشي حته واحده، يعني بنفرح مع بعض برضو بين قوسين عشان اللي كانوا عايشين في ظرف مختلف عن الباقي طبعا مشاعرهم مختلفه تجاه الحكايه دي، وعندهم ما يستندوا اليه برضو من منطق، احنا برضو مش بنقارن بين المنطقين، احنا بنقول بس المنطق الاغلبيه ده خلى الشعب يمتلك الاحداث التاريخيه دي، فبقى انقلاب 52 العسكري من كتر ما الشعب امتلكه بقى ثوره 52. نلاقي نفس الحاجه اللي حصلت بالظبط في 3/7 يعني في 30/6 وكده، امتلك المصريين الحدث ده وامتلك المصريين النكسه وامتلك المصريين وامتلك المصريين 56 وامتلك المصريين كلهم 67 وامتلك المصريين كلهم 73. بس المشكله بقى ان عدى وقت قد ايه بقى من ساعه ما امتلك المصريين كلهم حاجه واحده كده، عدى وقت كتير، عدى وقت اتولد فيه جيل باتنين بالتالت، وكل ده وكل دول على بعض بقى ما بيمتلكوش حاجه مع بعض، و هنكمل كلام من النقطه دي بعد ما نسمعوا خدوا الاغنيه دي العظيمه عظيمه عظيمه عبد الرحمن محمد. سريعا يا سميع هنخلص الفكرة دي عشان نتحرك بقى على اللي هممني أكتر من بتاع ليه مهم، سؤال الإجابة بتاعت سؤال ليه مهم أصلا الناس كلهم يبقى عندهم أحداث من اللي هي بيمتلكوها كلهم، ببساطة شديدة عشان ده أصلا هو ما يصنع الوطن، ويعني إيه وطن؟
وطن مش شويه تراب. ما انت بتروح على حدود كده بين مصر وليبيا، ما ده نفس التراب على فكره عادي، والميه في البحر زي ما هي، وده بتاع بيبقى فيه كده سانديون في الصحراء كده، هو ده يعني نفس السانديون، نفس البتاع الكثب الرملي، نصه في ليبيا ونصه في عادي يعني. فالموضوع مش الرمل، السماء، السماء فوق الناس كلها مع بعض، الميه النيل بيعدي على 13 دوله عادي فاش حاجه. ايه امال ايه هو اللي بيعمل وطن؟ اللي بيعمل وطن هي الحاجات دي، اللغه طبعا بتعمل وطن، بس ما الناس بتشترك في لغات، ما الناس اصلا بصوا على امريكا اللاتينيه، ما الناس بيتكلموا اصلا اسباني وبرتغالي، هي دي اللغه الاصليه بتاعت البلد، وهي مش بتاعتهم يعني، مش بتاعت امريكا نفسها، دي بتتكلم انجليزي. بتتكلم انجليزي ليه اساسا؟ هي المفروض تتكلم هند احمر. هو الحاجات دي هي اللي بتصنع الوطن. الوطن عبارة عن فكرة مشتركة بين الناس اللي عايشين دول، فكرة مشتركة بين الناس اللي عايشين دول، والفكرة دي كل ما تقعد انت تغذي فيها بحاجات يملكها كل الناس دول حتى لو كانت هزائم. يعني في حد في الدنيا يقدر يقول ان 67 ما فرقت المصريين عن بعض؟ ما حصلش، ما حصلش، مع انها هزيمة، هي هزيمة واكسك سودة يعني، وانكسار للبتاع والحلم والحاجات، وسينا راحت والموضوع، وإسرائيل هزمتنا، كارثة، بس ما كسرتش المصريين، ما فرقتهمش. طيب هو احنا ينفع بقى عشان الوطن بيصنع بالأفكار اللي زي دي، بامتلاك الشعب كله، شعب الأمة الواحدة ده، الشعب كله لما يمتلك الأحداث بتاعت التاريخ ويحس إنها بتاعته كله، ها؟ هل ده بيخلي خلاص بقى معنى كده إن إحنا نفضل، إن إحنا ينفع نقعد 40 50 60 70 سنة نقعد مسكين في المسمار بتاع حرب أكتوبر ونفضل ماشيين بيه؟ لا للأسف مش كفاية. واحد، دي أول حاجة لازم نعرف، إن إحنا محتاجين ذكريات جديدة، زي ما اتنين كده بيحبوا بعض، ما ينفعش، عارفين المشاهد اللي بتيجي في الافلام العربي دي بتاعت هم بيجروا في الجنينه بتاعه وشجره يعملوا كده وكده ومش عارف ايه، او يترتشوا على بعض ميه، ما ينفعش ناس بقى يعملوا كده وهم مخطوبين مثلا، وبعدين يعيشوا مع بعض بقى 30 سنه عمالين يجعروا في بعض ويرموا حاجات على بعض ويشهموا بعض ويعيشوا على تلك الذكرى القديمه. مش هينفع. الذكرى القديمه بنسيبها ماشيه، لازم نسيبها عايشه، عشان فيها هو لحد النهارده مين ما بيستمتعش. حلقه عمر، سمعت الحواديت اللي عمر حكاها النهارده؟ نصها انا ما سمعتهاش قبل كده. تقعد تطلع من حواديتك دي عشان تغذي الفكره، في الفكره ما تموتش، بس لازم نبقى فاهمين كلنا، وهو ده سبب المشكله اللي احنا بصدد التعامل معاها بقى، ان في اجيال كامله طالعه، وحتى وانا ببص على بقيه الردود بتاعت الرسائل بقيت بقى بدخل في حتت ولا الكبار كمان على فكره، لان الموضوع بقى كل واحد بقى انت مشاعري قد ايه، انت دخلت الجيش ولا لا، انت بتاع يعني، كل دي حاجات بقى بتاثر، بس يعني اللي في انفصال، بيحصل انفصال. اهم عندي من اننا نسيب ناكد اولا على ان موضوع زي ليه اكتوبر مهم؟ اكتوبر مهم هو عشان هو اخر حدث امتلكه جميع المصريين، وبرضو كلمة جميع بين قوسين، لا في الحقيقة بقى هنا يعني لا، جميع في اللحظة دي ما مش بين قوسين ولا حاجة، بس حصل كمان لجميع دي حصل تشويه كبير جدا، عملوا نظام مبارك انه راح، خلي بالك احنا قلنا دلوقتي ان الشعب كله امتلك انقلاب يوليو العسكري فحوله الى ثورته، والشعب كله امتلك 56، والشعب كله امتلك 67، والشعب كله امتلك 73، لحد ما راح جاي نظام مبارك وراح بدأ يسرقه منه. لا على فكرة اكتوبر مش بتاعك اولا، اكتوبر ده بتاع الجيش. لا لا هو مش بتاع الجيش قوي، وراح قاعد يضيق الأوضة دي، ضيقها يضيقها يضيقها لحد ما بقى انتصار اكتوبر بتاع طلع الجوية الاولى، خد نهر اكتوبر ده، تخيل ان اكتوبر ده نهر كده، خدوا صبوا في صورة حسني مبارك. ليه؟ لان الدولة دي كانت دولة يعني مش كانت، بس الدولة دي بتحب الفرعنة، هي بتحب كده، فاللي في ايدها بتستغل بيه، فما كانش في حاجة في ايدها تاني، هشتغل بايه يعني؟ واحنا عندنا خمسة يعني اوبشنز وبنقي منهم اكتوبر نلزقها في صورة حسني مبارك؟ لا، فقعد النظام ده بغباء شديد قاعد يسرق اكتوبر من الناس،
ولما يسرق اكتوبر قصه يعني، ده عمر حكي قصه، وزير دفاع حرب اكتوبر اللي كسبان الحرب رايح بيفتح معرض بتاع غنائم حرب اكتوبر، وراح وبص وراه لقى عبد العاطي صائد الدبابات، راح قايل له انت اللي هتفتح البتاع، المجند العظيم اللي صايد 40 دبابه، راح وزير الدفاع مديله، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كده. انا مش عايزين على فكره، هو دي كانت الروح بتاعه اكتوبر ساعتها، دي ما كانتش الروح اللي تم تعامل نظام مبارك بيها مع اكتوبر، بالاحتفالات الخايبه اللي شكلها وحش والذوق الوحش والحاجات اللي اللبس الوحش واحتفالات وحشه. ما تحتفلش يا اخي، تحتفلوا ليه؟ قعدوا يعملوا الاحتفالات الوحشه دي عبر 30 سنه يكرهوا، كانهم عايزين يكرهوا الناس في الـ في الـ في الـ في, الـ في اخر حدث تاريخي يمتلكوه. طيب انا عايز اسيبكم تفكروا في الحكايه دي دلوقتي. هيثم اتفضل. ذكرنا يا سميع، ذكرنا ازاي اول ملحوظه يعني انا طلعتها شفتها لما وانا بفكر في الموضوع، ازاي 6 اكتوبر ده ما بقاش الناس بيمتلكوه كده، واول متهم شفته كانت دوله مبارك المصريه اللي سرقت منهم هذا الانجاز وديته للجيش لوحده، وبعدين فضلت تضايق، مش فضلت يعني، عمل كده بسرعه جدا وراحت حصراه في الضربه الجويه الاولى، عشان يفضل النظام ده ياكل عيش على قفا الحكايه دي لاطول فتره ممكنه، لانه كان النظام عارف ان هم مفيش ضربات جويه اخرى، مفيش طلعات ثانيه. طيب مش قادر بقى امنع نفسي بصراحه من، وطبعا تاني عامل اتكلمنا عليه اللي هو ما حدش يقدر بقى يغلبه بتاع الزمن، ان التاريخ بيقعد يعدي، في ناس بتتولد بعد ما القصص دي بنحكي حاجات تانية بأجيال 10 و 15 سنة و 10 15 سنة تانيين، موضوع بقى في زمن بيمشي، فأنت هتفضل البتاع ده هيفضل يطلع لك طاقة لحد إمتى؟ يعني مش هيفضل يطلع لك طاقة للأبد. وطبعا وتالت حاجة زائد التهميش، زائد السرقة وشخصنة الحرب في شخص حسني مبارك، كان في كمان التعامل اللي أبو زوق وحش مع فكرة الاحتفال دي، يعني كأن حد مثلا، تخيلوا حد مثلا عنده، أنا وأنا عندي 70 سنة رايح أصمم الاحتفال بتاع الحضانة، أنا بصمم الاحتفال بتاع معانا شباب كسبانين العشر الأوائل على الابتدائية، فأنا بقى هعمل لهم الاحتفال بتاعهم. هو ده اللي كان بيحصل بالظبط، حاجة بعيد، ناس بعيد جدا عن الناس اللي واقفين في الشارع دول بيعملوا لهم بقى الشيء بمنطقهم هم وذوقهم هم ووجهة نظرهم هم وكل حاجة بتاعتهم هم، يعني كانت دولتهم هم عموما. طيب دلوقتي أنا مش قادر أمنع نفسي من أنا أروح سهلكم كده بقى في اللي في اللي في اللي في اللي إحنا فيه ده، وندخل على 25 يناير 2011 عشان أقول الآتي. عارفين إيه أهم حاجة كانت في 25 يناير 2011؟ ولا كان على فكرة، ولا كان المهم إن حسني مبارك يمشي، ولا كان المهم إن مين هيجي بعده، ولا مهم أي خرابي، ولا الديمقراطية تظهر ولا مهم، كل الحاجات دي ما كانتش مهمة. 25 يناير 2011 كان حدث مهم جدا جدا جدا، عشان فيه جيلين بتوع شباب في النص كده، يعني فرق بين أعمارهم 30 سنة وكمان من فوق ومن تحت، ولا بلاش من تحت يعني من فوقهم كمان لحد ناس عواجيز، بس أهم حاجة هي الكتلة بتاعت الشباب اللي في النص دي، لقوا في 25 يناير، الله دورنا جه عشان نصنع ذكرى تبقى جزء من تاريخ هذا الوطن، احنا دلوقتي حالا هنعمل حدث نمتلكه احنا، واحنا آخر حاجة امتلكناها كشعب قبل ما تتسرق مننا كمان، يعني ليتنا فضل بتاعتنا، كانت في 6 أكتوبر 1973. دي لحظة بقى، يعني الكلام ده بصراحة بقى، يعني الكلام ده بعد يعني عدى وقت برضو كتير، يعني على يناير 2011 عدى حاجات، يعني بيبدو انهم 50 سنة أصلا مش 4 سنين، بس الكلام ده أنا النهاردة كمان لسه بقوله لكل مثلا اللي بيقول عن نفسه عادي كده، هو مش واخد باله البتاعه، ويناير دي بتاعتكم، واليناير جايه والنكسجيه
والمدري ايه عشان بس هو يعني اتخض شوية او عشان خاف شوية او عشان شغله باظ او عشان فلس او عشان ساب شغله او عشان ايا كان الضرر الشخصي اللي حصل. خلي بالكوا بقى، احنا قلنا اصلا الاحداث العظيمة دي اللي بتصنع تاريخ الامم اصلا، بل مش بس بتصنع تاريخ الامم، بتصنع الوطن، هي دي مكونات فكرة الوطن. تخيل انت قصاد فكرة الوطن دي لما انت تروح باص على نفسك، شوف بص الدنيا باظت مش عارف ايه ولا بتاع، وركبت باب حديد، كنا بنمشي في مش عارف ايه في بطيخ، وما ما مفيش الكتلة نفسها. التأثير ده بقى الفرق بين الشعب اللي امتلك الاحداث التاريخية بتاعته طويلة دي 52 و56 و67 و73 وخلاص كده ووقف، ما امتلكش حاجة تانية لحد اللحظة دي. والتأثير بتاع الحكاية دي هي اللي حصل في يناير 2011، الانقسام ده اللي راح مقسوم المصريين، اللي كنا فاكرينه مقسوم اتنين وبعدين على طول رحنا مكتشفين انه مقسوم تلاتة. تلاتة اتقسم مصريين لتلات حتت فورا عند اول مرة يمتلكوا حاجة، لان هم بقالهم 40 سنة ما امتلكوش حاجة مع بعض، ما مش متعودين، نسيوا حاجة، اخر حاجة كانوا بيمتلكوها اتسرقت منهم ومبقاش عندهم حاجة مع بعض، ما بقوش مع بعض اصلا، ما بقوش شعب، ما بقوش أمة، ما بقوش وطن، بقوا ناس عايشين في لوكاندا. ايه ده انت بقى، انا حنفيتي مش شغالة، ايه ده ده التلاجة بتاعتي مش شغالة، ايه ده ده انت جيت حطيت حاجة على الباب انا ما طلبتهاش، ايه ده ده البتاع اللي انت جبته ده سائع. خلاص كل واحد بقى بيشوف حاجه حاله، مش عارف يعني، مش عارف بصراحة يعني قيمة الكلام ده يطلع ايه يعني بالظبط بعد الوقت اللي فات طويل من اللحظة دي من التاريخ، بس حاسس كده ان يعني مش موضوع بقى حاسس ولا ما حاسس، هو ده اللي انا براكب في دماغي، مش راضي يمشي من الصبح وانا مفكر في الحلقة دي. ب 6 اكتوبر خبطتني في يناير 2011، مش قادر، مفيش اي فاصل، هو دب دب على طول، كأن الحدثين دول مفيش بينهم زمن. طبعا لما عشان نكمل القصه بقى دي يعني في السياق ده، من وجهه النظر دي، من الزاويه دي، افتكر المصريين اللي عايزين وطن، اللي مش عايزين عزبه، ولا اللي عايزين لوكاندا، ولا اللي عايزين لوكاندا بمعنى ان يعني كل واحد عايز لوكاندته تبقى حلوه برضو على فكره، بس هو بس ما بيشاركهاش مع الناس اللي عايشين معاه. يعني ما لوكاندا دي فيها ناس عايشين مع جيرانه برضو، ويدخل الاسانسير ويصبح عليهم وكده عادي، ويدخل معاهم الفطار الصبح عادي، بس ده علاقة الناس اللي في اللوكاندا مختلفة جدا علاقة الناس اللي في الحارة، عشان الحارة وطن، كل الأحداث اللي بتحصل في الحارة بيمتلكها جميع الحارة، كل واحد ساكن في الحارة بيمتلكها، المجاعة ولما جه الفتوة مش عارف ايه، ولما ولع المحل، ولما جه البوليس قبض على ما ادري ايه، ولما البيت ده وقع، ولما عم سيد ركب الموتوسيكل وهو اعمى، ولما كل الحاجات تحصل، كل الحارة بتمتلك الحدث، فالحارة وطن. العشوائية وطن اكبر بكتير، وطن يعني اضيق قوة جذبه لمواطنيه اكبر بكتير جدا من جاردن سيتي. وبنفس المنطق ده، اهم حلم جات بيه ثورة المصريين في يناير 2011 كان انهم يمتلكوا تاني حاجة واحدة، وراحوا للأسف مصدومين بقى في انه ان هم اصلا راحوا مقسومين نصين الاول، وبقى لا وانتوا، وتقلب الموضوع الى خناقه على هو احنا كنا كويسين ولا مش كويسين، هو اللي انتوا بتعملوه ده صح ولا مش صح، وانتوا عندكم خطه، وانتوا فاهمين بتعملوا ايه، وانتوا مش عارف ايه، وانتوا ايه مالو حسني مبارك، احنا كويسين اهو، وبص عاملين، بص ايه، بص شايلين، وخلاص كل ده بيعمل ايه بقى، ده بي اصلا بيبوش الموضوع الاصلي. كان ايه الموضوع الاصلي؟ حد فاكر؟ انا دلوقتي بفكركم بعد 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 مرور كل ذلك الزمن، يعني انا النهارده جاي افكركم بان اللي كان مهم، اللي كان بدل الكلام اللهبل اللي الناس قاعده تتخانق بيه على بعض ده، والكلام فارغ، كله كلام فارغ والله العظيم كله، لو حد قاعد يفرغ الشريطه كده لا يحط بتاع ده وينقي بقى هنحط ايه من ده بقى في كتب التاريخ، لا يرميه كله في الزباله، كل الكلام اللي كل مصر كانت بتقوله، ما كانش حد بيتكلم في الموضوع الاصلي،
ما دول قصي ايه؟ احنا عايزين نعمل ذكرى على فكرة تخلينا كلنا مع بعض نعمل وطن تاني، نبقى جزء من وطن تاني. ده الموضوع على فكرة، هو ده اللي بيخلي الناس على فكرة بتسوق زي ما هم بيسوقوا كده، عشان هم حاسين ان هم في لوكاندا في عزبة. بيطبقوا المثل الخواجة بتاع drive it like you stole it، يقولك سايق العربية كأنك سرقها. ما تسوق العربية يعني وانت سرقها، بتخلي بالك يعني لما الار بي ام يطلع في الاحمر بيطلع ان شاء الله في اي لون هو عايزه، بسرقها مش بتاعتي، حرميها اصلا بعد شوية. هو ده بالظبط الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الوطن ده دلوقتي. وليه كل واحد ياكل كده مهما كان درجته الاجتماعية، ياكل ويرمي من شباك العربية؟ هو في حاجة اسمها كده؟ ازاي في حد بيروح رامي زبالة، يرمي كيس زبالة من بلكون من شباك بيته؟ ايه ده؟ وفي حد يعمل كده؟ في حد عايش في وطن عشان كده بنتجنن؟ عشان كده امثال يعني بيتجننوا اللي هم كتير برضو الحمد لله، عشان كده بنتجنن؟ بتبص على تصرفات، في حد ينفع يعني يقعد في الصالون وبعدين يقوم يقضي حاجته على جنب؟ هو ده اللي بيحصل عندنا، واحد عايش في وطن وبيتصرف معاه ان هو مش وطن. ليه؟ جزء بقى من المشكله الكبيره دي هي الحاجه اللي انا بتكلم فيها دي من وجهه نظري طبعا الضعيفه يعني. وجهه نظري هي ان الوطن بيصنع بالاحداث اللي بيمتلكها جميع افراد البلد دي طبعا. وتاني كلمه جميع دي دايما بتيجي بين قوسين، لان ما فيش حاجه اسمها جميع يعني يعني 100%، بس جميع يعني السواد الاعظم والكتله و و و و. هنعدي بسرعه على بقى الحقبه السوداء من ايله في 60 نيله بتاعت لما اتقسمنا تاني، رحنا مقسومين بدل النصين، النصين اللي هم ناس عايزين وطن والناس مش شايفين اللي التانيين عايزينه، فقاعدين يتكلموا في مواضيع تانية ممكن يكون عندهم حق فيها كلها على فكرة. ها خلوا بالكم يعني اللي بيفخروا قوي ان هم بيكرهوا يعني ثورة المصريين دول ممكن يكون عندهم حق في كل شكاويهم من ثورة 25 يناير. بس ايه المشكلة؟ المشكلة مش ده كان، ما كانش الموضوع، المشكلة كان ان هم مش قادرين يشوفوا اللي عايزين وطن دول عايزينه، مش قادر يشوف ان هو عايز وطن ولا حاجة، لدرجة انه كان بيصدق بقى اي حاجة تقال عليه اللي هي بتقال لحد النهاردة، والغوالة والعملاء والقبضين والكده. زي طبعا جم البعدة المتأسلمين الإخوان، يعني المتأسلمين كلهم بقيادة الإخوان، وراحوا داخلين أسمين تاني، يلا نمسك بقى بلاش بقى اتنين، لا ده احنا على فكرة تلاتة، وراح مطلع لك شعب تالت من وسط البتاع تالت، مش عايز برضو حاجة معانا خالص على فكرة. ها هو مش عايز يشترك معانا ولا في مصير، ولا عايز يحس بمش عارف ايه، ولا عايز وطن يجمعه بآخرين، ولا عايز يخلق تاريخ، ولا عايز يخلق ذكريات مع بقية المصريين من اللي بتصنع وطن. هو ذكرياته خلصانة أصلا من 1500 سنة، هو عايش في دولة من خلصت يعني من التاريخ أصلا، بقالها بتاع 200-300 سنة اختفت، وقاعد هو على أطلالها بقى، وقاعد يلك ويعجن ويطلع من كتب، هو عايش خلاص في الماضي، هو عنده ذكرياته كلها محطوطة في كتب التأسلم، هو مش عايز مننا حاجة، فهو مش عايز حاجة، فراح منفصل بحاجته، وراح حاصل بقى اللي حصل بقى اللي كلكم كنتم موجودين وحضرتوه، بما أنكم تسمعوا راديو دلوقتي واعيين فأنتوا أكيد حضرتوه رؤى العين، فما فيش داعي للخوض فيه. وبعدين في 30/6 حصل حاجة شبيهة جدا باللي حصل في ثورة 52 مع اختلاف الظروف جدا برضو، بس اللي حصل يعني انه يعني بالرغم من ان في 30/6 يعني اليوم بتاع 30/6 ده كان اكتر يوم في رأيي برضو من ساعة 6 أكتوبر 73، بصوا كل الوقت ده مرورا بس باليوم بالحقبة بتاعت من 25 يناير لحد ما حسني مبارك تنحى، عند التلت اللي كان بيعمل كده أصلا بيسور عشان عايز بس ذكرى، أنا عايز أحس بالوطن يا أخوان، أنا عايز أشيل عالم وأعمله كده مش في ماتش كورة. ما ينفعش حكاية ماتش الكورة دي تغذي الوطنية وتبقيها عايشة، ما فيش حاجة اسمها كده، مش كفاية، أنا عايز أكبر من كده، أنا عاوز حدث تاريخي يجمعني بإخواتي المصريين. وهو ده بقى كان السبب وراء كل بقى الأساطير اللي أنتوا سمعتوها على الميدان وعلى التلاحم وعلى البتاع، هو ده كان فكرة الحلم، كان ده مصدرها، إن الناس دي كانت واقفة جزء كبير منهم واقفين عشان عايزين الحكاية دي، أنا عايز وطن أصلا، عايز أحس بالبتاع ده، عايز أمسك علم وكده وماشي وقاعد أعمل كده، وأمسك علم وأدمع وأنا بعمل كده بتاع، عايز وطن، ده شعور فطري عند بني آدم، كل بني آدم الطبيعي بيحتاج وطن، عايز يحس بوطن. والوطن ايه غير الناس بيشتركوا معاك في قصص انتوا خلقينها مع بعض ولا حاجة، هو ده الوطن. انتوا دلوقتي احنا دلوقتي بقى من ساعة 30/6 كان اكبر حدث
اجتمع عليه أكبر عدد من الناس، ها، بس بسبب برضو المعضلة بتاعت التأسلم دي، وبسبب الـ 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 الخلاف الجوهري برضو اللي بين عوزان الديمقراطية على الخوفان من عسكرة الدولة على كل بقى العك السياسي اللي احنا فيه ده، للأسف كمان التورتة دي باظت، فقتش تنفع ان احنا نصنع بيها حاجة تخلينا نفضل وطن وتخلينا نفضل مواطنين وتخلينا نستحق يتقال علينا شعب. انا عارف ان دلوقتي استحكمت حلقاتي خالص، بس حاول افك الحلقات بعد ما تسمعوا اللي هيثم هيسمعه لكم. مش عارف اسمعكم ايه غالبا قلبي. لا اغنية. اوكي، بسم الله توكلت على الله. قفلت الحلقة دي اصعب ما فيها. بصوا بقى، نداء الى الدولة المصرية، لو سمحتوا افهموا ان كل حاجة بتسرقوها من الشعب ده تدوها لأي حد تاني. أنا مش بتكلم على الفلوس، أنا بتكلم على ما يمتلكه الشعب ده من ذكريات بتاعت حاجات عملها. يعني خلوا بالكوا كل حاجة تاخدوها تدوها لأي حد، أي حد. امبارح ولا أول خبر في اليوم السابع، الرئيس السيسي يوافق على طلب وزير السياحة ان صوره الخاصة تحط على الدعاية، صور الدعاية لمصر. يعني مش فيش حد محتاج يتكلم اصلا على خبر ده اسمه ايه؟ ده اسمه شخصنة، ده اسمه تاخد حاجة بتاعة الناس وتديها لحد. مش كفاية على فكرة، ما ينفعش يبقى اصل حد بتاع الناس فخلاص بقى كل حاجة ناخدها نديها له، مش هينفع كده. لازم الناس، لازم الشعب ده، لو انتوا عايزين وطن، اللي عايز وطن لازم يعرف ان الوطن ما بيحصلش، ما بيكونش، ما بيقومش، ما بيمشي، ما بيحصلش اصلا، لسه مش ما بيقومش وما بيمشيش، دي مراحل اخرى. ما بيحصلش، ما فيش حاجه اسمها وطن من غير ناس حاسين انهم مع بعض كده بيكونوا كتله، وانهم بيمتلكوا ذكريات وبيمتلكوا احداث بتاعتهم من صناعتهم. سريعا جدا جدا، طب نعمل ايه بقى احنا دلوقتي؟ ما احنا ما عندناش، يعني ما عندناش الحمد لله ارض مغتصبه ولا حاجه هنروح نحررها. طب هو ينفع حكايه بتاعت حرب التاسلم وحرب الارهاب دي تبقى هي اللي هتلم المصريين مع بعض وتخليهم كتله واحده وتخليهم يبقوا وطن تاني؟ للاسف مش هتنفع. ليه؟ الوحيد اللي عنده الميزه دي، الميزه التنافسيه دي عن بقيه المصريين، هو ضابط الجيش او ضابط الشرطه اللي واقف قصاده واحد الناحية التانية، المتقسم اللي قصاده الناحية التانية ده ماسك رشاش بيحاول يموته. ده الوحيد اللي بيملك الرفاهية دي بتاعت انه يشوف ان هم احنا كتلة، احنا وطن. اكيد جوه الجيش وجوه الشرطة فيه على فكرة الحكاية دي، الناس اللي واقفين يحاربوا دول ويموت منهم ناس، دي الذكريات اللي بتخليهم هم عندهم وطن. احنا ما عندناش كده، احنا ما بنقفش نحارب ارهابي. احنا صاحب الفكرة دي الارهابية اصلا قريبك واخوك وجارك وبتاع، فالموضوع متداخل جدا، مش هتعرف تشوفه على انه الناس التانيين ويبقى انتوا الناس الاولانيين واحنا نلبس احمر وهم يلبسوا ابيض. مش مفيش حاجة اسمها كده. طب نعمل ايه؟ عايز ايه؟ دقيقة اقفل. هقفل حاضر. انا بقترح نعمل ايه؟ انا بقترح نخلي كلنا كده نفضل عينينا على ان الحاجه اللي هنطلع بيها، هنطلع منها وطن فعلا، وهي يعني وهنستفيد كلنا لو حصلت، لانها مش حاجه يعني معنويه ولا حاجه، دي حاجه ماديه كمان، ان احنا ننجح، ان احنا ما نبقاش خايبين وفشل وفاسدين كده. بس كل واحد فيكم يتعرض لاي اختيار في الدنيا، كل يوم، كل لحظه، كل ساعه، كل حاجه، كل ما تعرض اختيار تلاقي فيه خيابه، تلاقي فيه فساد، تلاقي فيه زفت، ما تاخدوش، وابقى من اللي ما بياخدوش، ابقى من اللي ما اللي عايزين وطن. اقعد حط في دماغك كده، حط في دماغ عيالك كده، قول لهم احنا عايزين وطن، قول لهم انا عايزكم تعوزوا وطن، وفهمهم تاني، وافضل كرر التعريف ده لو عاجبك كتير. قول لنفسك في المرايه ان الوطن ده هو الناس اللي عندهم ذكرى مشتركه لاحداث عملوها مع بعض، لنجاح عملوه مع بعض. هتسقط الخيابة وهسقط الفساد وهتسقط الخيبة التقيلة، وتحيا مصر حرة مستقلة إن شاء الله، يعني بناسها الوطن. صباح الخير، عدنا تعرفين يعني النهاردة إيه الحد
الثلاث، النهارده الثلاث الحد. صباح الخير.